نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. مرحبا بكم في الموسم الخامس من برنامج نهج التريبينال، وقضية اليوم صارت أحداثها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبالتحديد قدام سبيطار متاع حومة اسمها فان نايس. نهار 29 سبتمبر مع وجوه الصباح، بلغ جال الشرطة عن طريق 911 يقول أنه كاميونات من نوع بيك أب قاعدة تشعل فيها النار في الباركينج متاع مستشفى فان نايس. بالوقت اللي جال المطاف يتحولوا بسرعة لمكان الحريق وتمكنوا من إطفائه. بعد ما خمدت النار كانت مفاجأة غير سارة تستنى فيهم، لأنهم اكتشفوا جثة على البنكات أريار متاع البيك أب محروقة بكلها بطريقة شبه كلية، والمسألة تتطلب بالطبيعة حضور الشرطة وأساساً الفرقة المختصة في الإجرام واللي جات على جناح السرعة ومعها طبيب شرعي باش يعاين الجثة. في تواتر الأحداث الأمنيين عرفوا أنه ثم شكون حضر عليها الحادثة، ووقت اللي قاموا باستجواب الإطار الطبي والشبه الطبي اللي كان وقتها في السبيطار سجلوا شهادة الفرملية قالت فيها أنها وقت اللي جات مع الخمسة متاع الصباح باش تبدأ السيرفيس متاعها شافت هكا الكاميونة اللي طفاوها عسكر الحريقة ما زالت كيدوب ما شدت فيها النار، وتلامحت زادة زهمولة متاع راجل شعره طويل هارب من بحذك الكرهبة. وكي زادوا البوليسية سألوها يا لاندرا شافتش هكا الكاميونة من قبل، قالت لا وأول مرة راتها، وأكدت أنه هكا البيكاب ما كانتش واقفة في مكان مخصص للوقوف وإنما في ممر متاع سيارات. رجال المطاف اللي عاينوا أثار الحريق بحضور رجال الشرطة قالوا أن النار شعلت بفعل فاعل، يعني عمل إجرامي انسوندي كريمينال، والفاعل الغاية متاعو أنه يحرق هكا الجثة واستعمل ليسانس باش النار تشعل في ساعة. وحسب المعطيات الأولية الجثة متاع امرأة، لكن الحالة اللي كانت عليها ما تمكنش ما تتعرف على هويتها. الشرطة القات الساك متاع المرأة هذه ومعاه مصورة وشريط متاع تصاور. بطبيعة الحال بعثوهم الكل المعمل الجنائي باش يتم تحميلهم واستخراجهم إذا أمكن، والتعرف على اللي موجود في وسطك الشريط متاع المصورة. في نفس الوقت الأمنيين وقت اللي حلوا البواتاغون تاع الكهرباء لقاو الأوراق متاعها، وكانت باسم ساندرا غالاغير، والهوية هذه وقع تأييدها بالرقم المنجمي متاع البيكوب اللي طلع فعلا على ملكة كالضحية ساندرا غالاغير. لكن حتى حد ما ينجم يلزم أنه الجثة المحروقة هي متاعها، ويلزم معاين طاقم الأسنان متاعها وتحليلهم باش يقع إثبات الهوية متاعها نظرا لحالة الجثة اللي تقريبا تفحمت. في المرحلة هذه وفي انتظار أنه المعمل الجنائي يتمكن من الوصول للمعطيات الجديدة، الأمنيين عرفوا اللي ساندرا متزوجة وزوجها اسمه ستيف وموجود في لوس أنجلوس. بطبيعة الحال تم استدعائه بحكم أنه في قضايا كمن هذه إذا المرأة ماتت التهمة تتوجه مباشرة للرجل، والعكس صحيح زادها. أول حاجة عملوها البوليسية قبل استجواب زوج الضحية هي التأكد من أنه ساندرا زوجته بالحق، ولهنا جابوا الأشياء اللي لقاوها في الكاميون الكل، يعني هكا الساك وآلة التصوير، وستيف عقلهم وقال فعلا متاحة، وفي نفس الوقت
المعمل الجنائي بعث تصاور اللي وقع تحميضهم من هاك البيليكول هذيك يعني شريط الأفلام، واعطاهم زادة لستيف باش يشوفهم وعقل مرتو في برشة تصاور. المحققين طلبوا منه باش يحكي لهم على نوعية العلاقة اللي بينه وبين مرتو ساندرا، وهو اعترف اللي عندهم مشاكل وخلافات خليتهم بعاد على بعضهم نوعا ما في الليامات الأخرى، لكن قال اللي هما بقاوا على اتصال وما كانوش يخموا في الانفصال. زاد أكد أنه آخر مرة شافها فيها هي ليلة قبل الواقعة، يعني نهار 28 سبتمبر. تعشوا مع بعضهم وحاولوا باش يلقاو حل الخلافات متاعهم وأرضية جديدة تنطلق من حياتهم الزوجية. وحسب ستيف اتمكنوا فيها كالليلة من إزالة عدة عقبات وتفارقوا هما متفائلين. وأكد أنه مرتو ساندرا طلبته من بعد في السهرية من بار موجود في الحومة واسمه ماكريتس. قال اللي هي كانت باش تطير بالفرحة وقالت له أنها ربحت 1200 دولار في اليانصيب، وكانت هذيك آخر مكالمة بينها وبينه، ومن وقتها ما عاد سمع عليها حتى خبر. في تسلسل هالأحداث الأمنيين باش يثبتوا من الكلام متاع ستيف راجل ساندرا الضحية مشاو للبار هذا ووراو للمرأة اللي تسربي في الكونتوار التصويرة متاع ساندرا. هي عقلتها طول وقالت أنها من الرواد المنتظمين في هكا البار وعندها شلتها والناس الكل يعيطولها سام. باقي وحسب الكلام متاع هكا البارميد يعني السيرفوز اللي على الكونتوار قالت أنه ساندرا كانت فرحانة برشا ليلتها وحكيت للناس الكل اللي موجودين في البار أنها ربحت في اليانصيب. فوق من هذا عطات معلومة أخرى وقالت اللي ثم واحد اسمه جلان يجي للبار غادي أما مش بصفة منتظمة، وليلتها بالذات كان قاعد معاها وشربوا مع بعضهم، وهو كي عادته كان فدلاك وصاحب جو ويده محلولة ويخلص على الناس الكل. ووقت اللي الأمنيين سألوا السيرفوز وقالوا لها أصفنا السيد جلان هذا، قالت لهم راهو طويل وبدين وشعره أصفر يدلدل قريب يخلط لحزامه وزيد عنده لحية. هالأوصاف هذه زادوا أيدوها الجماعة اللي كانوا قاعدين وقتها في البار، وواحد منهم جاء للبوليسية وأكد الكلام متاع البارميد يعني اللي تسربي على الكونتوار، وزاد قال أنه راهو جلان هذا عرض على ساندرا باش تشيعه لداره، ودل البوليسية على الشيرة اللي يسكن فيها وأكد على أنه ما يسكنش بعيد. من بعد وحسب كلام هالكليون خرجوا مع بعضهم، ومن وقتها انقطعت اخبار ساندرا. الامنيين زادوا سألوا الحرفاء يعرفوش الاسم الكامل متاع جلان، وواحد منهم قال انه اسمه جلان روجرز، وهالهوية الكاملة هذه مكنت البوليسية من التعرف عليه بالرجوع الملفات الشرطة الفنية، والمسألة ما كانتش صعيبة عليهم بالكل بحكم أنه السيد هذا يسكن في الحومة هذيك يعني في فان نايس. ووقت اللي وراوا تصويرته لجماعة البار قالوا لهم هذا هو بشحمه ولحمه وشعره الطويل. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه جلان روجرز كان يسكن في بورتمان على بعد أمتار من الباركينج متاع السبيطار اللي تحرقت فيه الجثة متاع ساندرا، والمحققين تحصلوا على إذن بالتفتيش ومشاولوا للدار. ووقت اللي دقوا عليه وما جاوبهمش خلعوا الباب ودخلوا. روجرز ما كانش موجود وظهر فيها رب على خاطر الخزانة متاع البش متاعه كانت محلولة ومفروتة. ووقت اللي فتشوا البورتمان البوليسية لقاو ساك متاع امرأة وستوش أما فارغين، لا فيهم لا أوراق هوية لا فلوس، وغادي باش يلقاو بلوطة وباش يظهر بالكاشف فيما بعد أنها متاع ساندرا، لأنه كي سألوا رجلها ستيف قال أنه شهرين التالي أهدالها بلالت وعقل هكا البلوطة اللي وراوها له الأمنيين. في التور هذا من القضية الطبيب الشرعي بعث التقرير متاعه وأكد بعد معاينة الأسنان أن الضحية هي ساندرا من غير حتى شك ولا اختلاف،
وقال أنه سبب الوفاة ما هيش الحريق، لأنه الرواري متاع الضحية ما كانش فيهم دخان وما كانش فيهم زادة دولاسوي، يعني السخام اللي خلفوا الدخان في الخشم وفي وسط الرواري. وهذا دليل أنه صندرا كانت ميتة وقت اللي الجاني أضرم النار في الكهرباء، وبالتالي ما كانتش تتنفس وما تخنقتش من جراء الحريق، وإنما تخنقت بفعل فاعل، معناها حد قعد نازلل على كرومتها حتى لين قطع عليها نفس وماتت. وبالنسبة للبوليسية ما ينجم يكون كان جلين روجرز، والهروب متاعه هو دليل إدانة، وبالتالي خرجت فيه برقية تفتيش وتبعثت لكافة الولايات المتحدة. في تسلسل هالأحداث المحققين دخلوا قاعدة البيانات الوطنية التابعة لمصالح الشرطة الـMCIS، واللي تربط ما بين 57 ألف مركز أمن في الولايات المتحدة. الهدف متاعهم هو جمع معلومات على سيجلان هذا، وأول حاجة عرفوها أنه يخدم حوكي وحريري، معناها الأكثرية في الشوانت، بني، انجارة، بلومبوري، يعني لحامة بلغتنا نحنا، وهوك عندكش عندي. وفي تقصياتهم عرفوا اللي هو زادا يمشي بانتظام للبارات متاع فان نايس، وأولهم كالبار متاع ماكريدز. لهنا الأمنيين قاموا ببحث أجوار ومشيوا لبعض الشوانت باش يستجوبوا العمال اللي يخدموا غادي ويعرفوا جلير روجرز أو على علاقة به. الشهادات الكل تصب في أنه كان مدمن على الكحول وعنيف برشا، وخاصة مع النساء. كل صاحبة يعملها تهرب منه، لأن وقت اللي يشرب يطرقها بطريحة. وواحد من صحابه اللي قريب منه برشا وديما باتصال معاه، وعد البوليسية أنه دوب ما يجيه خبر على جلين روجرز يكلمهم. وفعلا بعد نهايرين طلبوا الشرطة وقال لهم راهو روجرز اتصل به من الوتيل في الميسيسيبي، وبالتحديد في مدينة جاكسون. في تسلسل هالأحداث الخبر متاع مكان تواجد روجرز وصل للشرطة، وتوجهت له فرقة كاملة على عين المكان، أخذوا نمرو البيت متاعو وخلعوها في بالهم باش يفاجئوه، لكن لقاو البيت فارغة. السيد هز شلقاته ما لقاته وقال في الحماية ستار. في نفس الإطار من البحث على روجرز، انهايرين من بعد وبالتحديد نهار الجمعة 3 نوفمبر 1995 جاء بلاغ للشرطة متاع جاكسونفيل على وجود جثة في شقة موجودة في وسط البلاد، اكتشفتها واحدة من الجيران كان عندها المفتاح، وتحيرت على جارتها اللي عندها قرابة الجمعة لحسلت بك، ووقت اللي دخلت البيتها القاتها عريانة ومطيشة في بيت البانو تعوم وتختص في دمها، مذبوحة من أقصى اليمين الأقصى اليسار، معناها من الوريد للوريد، وآثار الطعنات واضحة في بدنها الكل. بطبيعة الحال في سعة مكلمة 911. الأمنيين وقت اللي تنقلوا على عين المكان تمكنوا من التعرف على الضحية هذه، واسمها ليندا برايس. ووقت اللي عاينوا ساحة الجريمة ما لقاوش السلاح اللي وقع استعماله، يعني السكينة، وحسب الجارة حتى شيء ما تسرق. ليندا يعني الضحية كانت عندها فلوس فوق الكومود ما تهزوش، وأكثر من هكا ما ثماشي أثار متاع خلع، يعني المجرم تخلى بصفة عادية وكيخرج جبد الباب، يعني سكروا راه. الاستنتاج اللي وصلوا له المحققين أنه ليندا برايس تعرف القاتل متاعها مليح، وباش يزيدوا يتأكدوا امشاو من غدوة صباح لأمها اللي ما كانتش تعلم بالجريمة وهبطوا عليها بك الخبر ذاك. وبعد ما تصدمت وداخت واستناوها حتى لين فاقت، سألوها يا لندرا بنتها على علاقة بحد وإلا لا. قالت لهم اللي هي عرفت واحد نهار 3 أكتوبر في احتفال قروي، اون فيت فورين في جاكسونفيل، وكان لاهي بالمناجم تاع الصغار.
وباقي وحسب كلام أم الضحية فيسع ما ولات قصة حب ما بين ليندا بنتها وهالشاب هذا، وكراوا برتمان مع بعضهم باش يعيشوا فيه. ووقت اللي سألوها على اسم صاحب بنتها قالت لهم جلين روجيرس، واعطاتهم الأوصاف متاعو واللي هو طويل وشعره أصفر ويوصل لحزامه وعنده لحية. وزادت اعطاتهم معلومة أخرى على طبيعة العلاقة اللي ما بين بنتها وجلين هذا، وقالت راهي الأمور فيسع ما تدهورت بيناتهم لأنه كان يشرب وعنيف الأقصى الحدود، وبنتها ليندا ولات خايفة منه، وهذاك علاش عطات الدوبل متاع مفتاح الشقة متاعها لجارتها. مختصر الحديث، الأم كان قلبها خبيرها لأنها خايفة على بنتها وخوفها كان في محله. في هالمرحلة هذه من القضية، وقت اللي المحققين بدأوا في التنسيق مع مصالح الشرطة متاع فان نايس باش يحاولوا اقتفاء الأثر متاع روجيرس ويشوفوا يا لندرا غادر ولاية الميسيسيبي ولا لا، اتفاجئوا ببلاغ جاهم من مدينة تامبا في ولاية فلوريدا يقول أنه تم العثور على جثة متاع امرأة في موتيل، يعني اوتيل يرتاحوا فيه المسافرين، والجثة تم اكتشافها عن طريق عاملة التنظيف متاع كالوتيل ذاك في البيت رقم 119. هالعاملة هذه قالت أنه ثم ورقة مكتوبة ومحطوطة على اليد متاع الباب وتقول الرجاء عدم الإزعاج، وبالتالي نهارتها ما دخلتش باش تنظف، لكن من غدوة دقت الباب متاع الشقة عدة مرات من بعد نادات من برا اللي هي تحب تدخل باش تنظف البيت، ووقت اللي ما جاوبها حد دخلت بما أنها عند الباسبارتو، ولهنا تفاجأت بجثة متاع مرأة عريانة في البانو وكلها بالدم. بطبيعة الحال وقتها علمت الشرطة، وبعد المعاينة أظهرت أنه المرأة هذه تعرضت لعدة طعنات، وأقوى واحدة منهم في ظهرها، واحدة أخرى في صدرها، وعروق يديها على مستوى المعاصم كانوا كلهم مقصوصين. الشرطة لقاو الحوايج متاع المرأة هذه واللي هما جين ومريول وسبادري ملكمتين بحضر اللافابو، ولقاو تحت الجثة متاعها منقالة رجالية، لكن ما كان فما حتى وثيقة تمكنهم التعرف على هويتها. ما فما كان حاجة واحدة تنجم ربما تعاونهم، وهي وشمع لزندها تتمثل في قاطع ومقطوع. وحسب الاستنتاجات الأولية هالمرأة هذه كانت لابسة حوايجها وقت اللي تعرضت للاعتداء، لأنه مريولها كان مشقوق وبلاصة الضربة متاع السكينة باين عليه، وظاهر أن الجاني غدرها غدران ضربها من تالي، والآثار متاع الدم على سبادريها تثبت أن الاعتداء كان من خلف. في تواتر الأحداث الأمنيين سألوا مولات لوتيل على الشخص أو الأشخاص اللي كراوا من عندها البيت رقم 119. حسب أقوالها السيد اللي كراه من عندها جاها وطلبها في هكا الورقة اللي حطوها على كوبة الباب ويبدأ مكتوب عليها الرجاء عدم الإزعاج. في العادة الوتلة الكل تبدأ موجودة فيهم على الورقة هذه ويوفروها للحرفاء متاعهم، لكن مولات لوتيل اعتذرت له قالت له ما عندناش منهم هالوراق، وهذاك علاش الحريف تصرف وقطع ورقة من دليل الهاتف وكتب عليها الرجاء عدم الإزعاج، وخلف هذا طلب باش ما يجيوش للبيت وما يعملولوش ميناش. المحقين لهنا وقت اللي قالوا المولات لوتيل توصف لهم الشخص اللي تحكي عليه اعطاتهم الأوصاف متاع جلين روجيرس، وقالت أنه ليلة قبل اكتشاف الجثة متاعك المرأة شافته يحط في فليجاته في المال متاع كرهبته، وحسب قوالها بما أنه خلص ليلة بالمسبق ما جاش البالها اللي هو ناوي بشيفلت على الصباح، بالعمل نصحته باش ما يخليش يدبشوا في البيت على خاطر الكراهب اللي واقفين البرة ساعات يتعرضوا للسرقة. في تسلسل هالأحداث وباقي في نفس الإطار يعني في الأوتيل، الشرطة أخذت الفيشة اللي عمرها جلين روجيرس باش ياخذ بها بيت الأوتيل، والقاوه كاتب اسمه وعاتي معلومات على الهوية متاعه، لكن إذا المحققين عرفوا القاتل ما تمكنوش ما تعرف على الضحية إلا ما عملوا حملة إعلامية كبيرة وحطوا التصوير متاع الضحية في التلفاز والجرائد،
وقتها جات مرأة وقالت اللي هي أمها وراوها الجثة وعقلتها. هالمرأة اللي لقاو جثتها في البيت 119 طلع اسمها تينا ماري كريبس، أم الأربع صغار وتخدم في متجر. أمها قالت أنه نهار 5 نوفمبر كانت عندها رونديفو مع بنتها تينا في بار اسمه شو تايم، ووقت اللي مشيت ما لقاتهاش وبقات تستنى فيها حتى لين طاح الليل، ريحتها ما فماش. في تواتر هالأحداث وبعد ما المحققين استنطقوا أم الضحية تينا ماري، مشاو للشو تايم اللي نعطتهم عليه الأم وسألوا السيرفوز اللي في الكونتوار، وقالت لهم راهي تينا جات وقعدت مع صحابها كالعادة وجاء واحد قعد معاهم. سألوها على أوصافه، قالت أنه شعره أصفر وطويل، واتضح أنها الأوصاف متاع جلين روجرز. باقي وحسب كلام السيرفوز جلين روجرز كالعادة عمل جو ويخلص في التورنيات على بعضهم وستوشو معبي بالأوراق متاع 100 دولار. ووقت اللي جاء باش يقوم طلب من تينا باش تشيعوا على خاطر ما عندوش كهرباء. هي اعتذرت منه قالت له عندها رونديفو مع أمها، لكن روجرز لح عليها وقال لها اللي هو يسكن في أوتيل ماهوش بعيد، معناها تنجم تشيعوا وترجع لأمها. بعد المعلومات القيمة اللي خذوها المحققين من عند السيرفوز اللي تخدم في البار شو تايم، مشاو باش يسألوا مولات لوتيل اللي كرا فيه روجرز البيت رقم 119، طلبوا منها شنية نوع الكهرباء اللي كانت عند جلين روجرز. قالت لهم راهو عنده فورد فيستيفا وكانت مقيدة الرقم المنجمي متاعها، وظهر أنه الكهرباء هذيك هي متاع تينا، يعني المرأة اللي تم قتلها. والبوليسية بقاو مذهولين من الاستهتار متاع روجرز اللي وكأنه متملح تماما من المؤسسة الأمنية، لأنه بكل بساطة يستعمل في الهوية متاعه الحقيقية ويسوق في الكراهب متاع ضحاياه وما يفكرش بالكل باش يطمس أثار الجرائم متاعه. الحاجة اللي ما تخلي حتى مجال للشك بالنسبة للمحققين هو أنه جلين هذا قاتل متسلسل ويملك كل المواصفات متاع حد ما هوش ناوي يتوقف على سلسلة الجرائم متاعه. والأحداث باش تأيد التخمينات متاع الأمنيين. وهو جايكم الحديث. نهار 10 نوفمبر في ولاية لويزيانا، امرأة اسمها أندي سيتون هي زادة أم الأربع صغار، القاوها مقتولة في البورتمان متاعها. اتلقات عدة طعنات من تالي في ظهرها، والموت أوبيراتوار يعني طريقة التنفيذ متاع الجريمة هي نفسها اللي وقع استعمالها مع ضحايا جلين السابقين، واللي خلى الشرطة متاع لويزيانا تطلب من وزرائهم يعني الفرق اللي تبحث في جرائم روجرز باش يعملوا فريق تحقيق موحد، لأنه المجرم هو بيدو. ولهنا نتعرف على الضحية هذه أندي سيتون. أندي سيتون كانت تسكن مع امرأة أخرى تقسم معها في الكراء، وبحكم أنها تخدم سيرفوز طبيعي باش تروح مأخر. المحققين سألوها وين كانت نهار 9 نوفمبر يعني ليلة اكتشاف الجثة. قالت أنها وقت اللي رجعت في الليل سمعت باب البيت اللي ترقد فيها هي وأندي اتسكر، ووقتها فهمت اللي هي معاها صاحبها جديد. مشيت رقدت على الكنبي، في الصباح سمعت دقان قوية على الباب، حلت تلقاه صاحب أندي القديم جاي باش يحكي معاها. وقتها مشات دقت عليها باب البيت وكيما جاوبتهاش حلت واكتشفتها ميتة. قالوا لها انت شفتوا السيد اللي كان معاها قبل ما تموت؟ قالت لهم اين عم، وعطاتهم الاوصاف متاعو وطلع مطابق لجلين روجر. وقالت اللي هي ما شفتوش وقت اللي خرج، لكن الجيران هما اللي اعطاو نفس الاوصاف وقالوا اللي هما شافوه ركب في فورد فيستيفا ومشى. في المرحلة هذه من القضية
الحل الوحيد بالنسبة للأمنيين هو طلب المساعدة من الشرطة الفيدرالية يعني الـ FBI، ولهنا باش تنطلق أكبر عملية تفتيش عرفتها الولايات المتحدة في هكا العوام هذوكم. الشوارع متاع الولايات اللي صاروا فيهم الجرائم ولاو كلهم معلقات فيهم تصاور متاع جلين روجرز ومعهم معلومات على شخص بما فيهم التصوير متاع الفورد فيستيفا باش يركزوا على كالكرهبة اللي تنقل فيها. التلفزة لهنا دخلت على الخط وبدأت تبث في تصاور روجرز 24 ساعة على 24، وما كفاش هذا البوليسية استنجوا بسواق الشاحنات لكاميونور واللي كما تعرفوا مجهزين باللاسلكي ويحكيهم مع بعضهم وطلبوا منهم أنه كيشوفوا الفورد فيستيفا يعلموا الأمن مباشرة. في تسلسل هالأحداث وفي نفس الإطار يعني التفتيش على روجيرس والكهرباء الفورد اللي ركب فيها، الأمنيين جاتهم عدة بلاغات كاذبة وتشدوا برشا أشخاص الأوصاف متاعهم تشبه لجلين روجيرس، لكن بعد التثبت وقع إخلاء سبيلهم وبقى سؤال مطروح، وين مشى روجيرس وفين أثنية شب؟ وفيها الحقبة هذه من بحث على جلين روجيرس، واحد من المفتشين افترض أنه أي مجرم وقت اللي يحس روحه محاصر يمشي مباشرة لعائلته. هالافتراض هذا كان معقول برشا بالنسبة للمحققين اللي مباشرة دخلوا في تحريات وتقصيات وعرفوا أنه عائلة روجيرس موجودة في ولاية الكنتاكي. بالوقت كلموا زملائهم غادي وبظهرهم طاحوا على مفتش عنده عامين وهو يفركس على روجيرس. يقول القائل علاش؟ على خاطر متهم بقتلان شخص كان يسكن معاه اسمه مارك بيترز وعمره 71 سنة. كيفاش وقتها صارت هالجريمة هذه؟ من عامين التالي يعني في عام 1993، وهو جايكم الحديث. عام 1993 خو روجيرس اللي أكبر منه كلم الشرطة وقال لهم اللي هو اكتشف جثة متاع راجل في حالة متاع تعفن متقدمة برشا وكانت موجودة في جراج فيه آلات فلاحية وقرط. الطامة والعامة هبطت لك الجراج أو المستودع لكن ما تمكنوش من التعرف على هويتك الجثة واعتقدوا اللي هي متاع واحد اسمه مارك بيترز لأنه الجثة لقاوها مربوطة بحبل كيما اللي كان موجود في الدار اللي سكن فيها روجيرس هو بيترز. هذا المحققين ما نجموش يثبتوا مسؤوليته في الجريمة هذه. خلف هذا كما تعرفوا هو اختفى وما لقاولوش أثنية ولا وسلموا، لكن وقت اللي كلموهم زملائهم الويزيانا وقالوا لهم اللي ثم احتمال كبير أنه روجيرس باش يكون في كونتاكي نصبوا عليه العسى، والنهار 13 نوفمبر باش تكون ضربة الحظ متاع الأمنيين. في تسلسل الأحداث وتصاعدها، النهار 13 نوفمبر روجيرس مشى باش يزور واحدة قريبته وما كانش في باله بالكل اللي هي شافت في التلفزة البطولات متاعو يعني جرائم وتصويرت والكرهبة اللي هارب بيها. هو خرج من هنا وهي هزت التليفون وكلمت الأمنيين وقالت لهم راهو طلع في كرهبة بيضة واعطاتهم الرقم المنجمي متاعها، ووقتها عرفوا اللي هي الفورد فيستيفا اللي سرقها للضحية متاعو تينا هكا اللي قتلها في وسط الوتيل. وحسب المعلومة اللي اعطاتها قريبة جلين روجيرس قالت لهم راهو متجه للغرب وبش ياخذ الطريق السيارة رقم 75. المفتش اللي خذ المكالمة هذه هز كرهبته ومشى طول وقف في حافة الطريق ويستنى فيها كالفورد تتعداشي. هي تعدت من هنا وهو جاب جرتها، وبعد ما تأكد من اللوحة المنجمية متاعها باش يعرف يلاندرا هي الكهرباء المعنية وإلا لا، زاد دوبل عليها من غير ما يجلب الشبهات وطلع لسوق فيها عنده نفس الأوصاف متاع جلين روجيرس معناها هو بنفسه. بالوقت هالمفتش هذا طلب تعزيزات لأنه حس وكأنه روجيرس فاق به ولا يجري. في
في تواتر الأحداث التعزيز الأمني خلطته ولات ملاحقة وسمفونية كاملة متاع وعوة وتنوين متاع كراه بالشرطة، وبطبيعة الحال عملوا له باراج يعني حاجز باش يمنعوه من المرور. ووقت اللي خلط قدامك الحاجز هذاك ضربوا له العجالي بالكرتوش، لكن ما نفعش كأنه ما جاوش فيه. روجرز تدخل في هذا الباراج فور وكمل ثنيته ويجري، لا استعرف لا بستوب لا ضوء أحمر لا برقداني لا قسلي، طول شادد الكياس ويلانسي واللي موجود في المونجال الكل حطه في الموتور. ولهنا واحد من الأمنيين اللي سوق في كرهبة من كرهبة الشرطة كان شجاع وذكي، ولزل الكرهبة متاع روجرز بالقداء حتى لين طيحوا على الباكوتي يعني حافة الطريق. وبما أنه هكا الفورد في ستيفا هي كرهبة صغيرة وما هيش متاع مواجهات من نوع هذا، اتكالات على بلاصتها، وهكا البوليسية هبطوا على روجرز وخرجوه من الكرهبة اللي لقاوها كاركة على خاطر الظهر اللي عجاليها تخربت بالكرتوش. والسيد كان يجري على الجونتا، بطبيعة الحال ما حطولو ليمونوت إلا بشق الأنفس لأنه روجرز وليلهم سيد بوغلادا. How many people have you killed, Mr. Rogers? Huh? How many people? Did you do this? One-on-one, talk to me in person alone. Did you do this, Glenn? Did you kill those women, Glenn? One-on-one alone. You at the jail, you interview me. Did you kill the women? You hear me? Did you kill these women, Glenn? No. في هالمرحلة هذه من القضية، وبعد ما تم إلقاء القبض على جلين روجرز، اعترف اللي هو قتل ساندرا غالاغير، ليندا برايس، تينا ماري كريبس وأندي سيتون، وقال أنه عدد الضحايا متاعه أكثر من هذا برشا وما حب يعطي حتى تفاصيل. This is November the 14th, 1995, jail docket from Madison County, Kentucky. I'd call the case of Glenn Edward Rogers. Mr. Rogers? Yes, sir. في نهاية الأمر باش يتم محاكمة جلين روجرز في زوز ولايات فيهم حكم الإعدام، كاليفورنيا من أجل جريمة قتل ساندرا غالاغير، وولاية فلوريدا اللي قتل فيها تينا ماري كريبس. ولهنا العدالة رات أنه من الأصلح أنه ما يتحكمش من أجل الزوز جرائم الأخرين بما أنه ميت ميت. This man not only attacked our daughter, he brutalized her, he raped her, he set her on fire, killed her. This man does not deserve to live. والغريب في الأمر أن روجرز أو بالأحرى الوحش الآدمي هذا ما أظهر حتى شعور بالندم، ويتم في قالب بعضه أحداش صغير. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.